وسهلا أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج رواد الأعمال. مثل ما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف رجل أو سيدة أعمال. رحبوا معي بسيدة الأعمال مدام مي من سويت أند هيلفي. مساء الخير مدام. مساء الخير وأهلا بك. أولا أهلا وسهلا فيك ببرنامجنا. أهلا بك ومرسي لك. مدام بداية بدي تعرفيني عنك وعن بداياتك عن البزنس. أنا اسمي مي ماهر. أنا صيدلانية. بس اول لما جيت دبي من 9 سنين تقريبا كنت ربة منزل زي اي ام، قعدت في البيت الفتره دي، وبعد لما الاولاد كبروا قررت ان انا اعمل حاجه مختلفه وحاجه تبقى مستقله ليا، فقررت ان انا افتح واسس شركه سويت اند هيلثي باي نونو. مدام ماي، شو المنتجات والخدمات اللي بتقدموها بالمحل؟ سويت اند هيلثي باي نونو هو ريستورانت. مبدئيا انا عندي المنيو بتشمل عده اصناف. الفطار انا عندي من البورشن بتاعه عباره عن البيض، ممكن اعمله باشكال مختلفه سواء كان بوش سواء كان اومليت سواء كان فري ستايل على حسب المستوى السوى الكاستمر بيحبه. وفي نفس الوقت عندي ديزرت، عندي الاساي. الاساي دوت عباره عن ناتشرال انتي اوكسيدنت، عندي بقدر احط عليه الفروتس، بقدر احط عليه الجرانولا، كل الحاجات الهيلث ديت عشان في الاخر تطلع طبق شكله حلو يفتح النفس وفي نفس الوقت يدي للانسان فول ساتسفاكشن ان هو بياكل حاجه حلوه. عندي انواع كتيره من السلطات، حاطه فيها الافوكادو والاسبرجس، حاطه فيها التشيكن البريست، حاطه فيها السلايد تركي، تركي هام دوت مش بروسيسد خالص، وفي نفس الوقت هيدي هاي فاليو من البروتين ويقدر يدي ساتسفاكشن للكاستمر اللي بياكل. الجوسز والسموذيز عباره عن ناتشرال، كومبليتلي ناتشرال. انا بجيب الفروت وبعملها عندي هنا، بقطعها وبعملها في البرندر بحيث انها تطلع في الاخر فيري فريش جوس اور سموذيز. مدام مي، بعد النجاح اللي وصلتوا له شو خططكم المستقبليه؟ الخطه جميله ان انا اوصل رسالتي لكل الناس في كل الاماكن، ان انا ابدا افتح كذا برانش في كذا حته، لان انا بؤمن ان اي حاجه خلقها ربنا سواء كانت فروت او فاكهه او اكل طبيعي هو دوت الانسب لصحه الجسم الانسان. حضرتك كرائدة اعمال، شو بتنصحي اللي بده ياسس عمل داخل دوله الامارات؟ انا بشجع جدا كل واحد يفكر يعمل حاجه، لانه دوله الامارات هيئت الانفايرمنت اللي تخلينا احنا نبدا نستثمر فيها، سواء كانت سهوله الاوراق، سواء كانت سهوله المكان، سواء كانت انك تدور على مكان مختلف تقدر تبني فيه احلامك. كل الحاجات دي الامارات وفرتها لنا، سواء كان الامن والامان. يعني انا في المول هنا، انا باجي بالليل، باجي الصبح، انا باجي في اي وقت، الدنيا امان تماما، مفيش اي سرقات، مفيش اي تدخلات، اي مناقشات، ما يعني احنا في غنى عنها. في نفس الوقت المكان امن جدا، وبشجع طبعا ان هم يستثمروا في كل حاجه. البلد هنا مفتوحه لكل الاستثمارات، مفتوحه لكل المجالات، وبتشجع الصغيرين اللي زينا، بس مع البلد لازم هنكبر. انا بس بحب اوجه شكر خاص لصاحب السمو حضرة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وحضرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ان هم سمحوا لنا ان احنا نعمل استثمار جوه دبي، بلد الامن والامان. بالنهايه مدام مي، بدنا نخبر المشاهدين كيف يقدروا يوصلوا ويتواصلوا معك. انا المكان بتاعي في جميره، المكان المول اسمه ذا مول، ذا فيرست فلور، هتلاقونا موجودين. كمان عن طريق السوشيال ميديا، احنا عندنا الانستجرام والفيسبوك. الانستجرام سويس اند هيلثي اندرسكور باي نونو، موجود فيه الاماكن وموجود فيه هاو تو ديليفر. احنا كمان شغالين مع، مش لوحدينا، شاركين مع شركائنا كمان في البلد، سواء كان ديليفرو او كريم او طلبات او نون. الاماكن دي كلها بتوصل لاماكن كتيره حوالينا. بالتوفيق الدائم يا رب. إلى هنا أعزائي المشاهدين نختتم حلقتنا لهذا الأسبوع. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC الخليجية وعلى السوشيال ميديا. دمتم بخير وفي أمان الله.